مشاهدين ومتابعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو من مطار محمد الخامس. معايا بزاف ديال العائلات ديال الطلبة ديالنا المغاربة اللي كانوا محجوزين في أوكرانيا، وأخيرا تمكنوا أنهم يركبوا في الطائرة وهم مبقاو ليهم والو باش يوصلوا. الطيارة ديالهم تحط إلا دقائق معدودة. معايا أخت وحده من الدراري اللي كانوا في اوكرانيا. الاخ ديالي كان في مدينه، السلام عليكم. الاخ ديالي كان في مدينه الاوتيسا، كان داير دونتير، دوزيام اني عنده في لا ميديسين دونتير. هو من الناس اللي كانوا اصلا قطعناني انا والوالده ديالتي باش يجي قبل، وكانت المدرسه ديالتهم منعاتهم، قالت لهم ما تجيوش، واللي جا غادي هداتهم بالطرد. وحتى الاخ ديالي وشي صحابه كانوا شادين لهم الاقامه ديالتهم، بحال كانوا اللي ما عندوش البيابل ديال السيمستر كامل، ولا شدوا لهم بزاف الامور، يعني اللي داروا لهم بزاف ديال يعني العراقيل اللي هي كثيره ما خلاوهمش يجيو، و يعني اجبارا بقى ما قدرش يديروا. حسيتوا نتوما هنا ديك الساعه؟ كان واحد الرعب يعني اللي كنخافوا، كان كلشي كيقول راه غادي تكون واحد الحرب وهذا، واش هو حتى كان كيهدلنا ملي رغم انه هو كان يعني واحد الضغط هذه الحرب، وهو كان باغي يجي وذا، كان كيقول لنا لا ما تخافوش راه المدرسه والمسؤولين عند المدرسه كيطمنونا، وشي يقول لنا راه غير يعني شي حاجه اللي غير عرضيه وغادي تدوز، وغير 50% يعني ما كاينش شي ريسك اللي كبير وهذا. فحنا النهار الاربعاء هو قرا عادي، وحتى النهار هذا قرا كيف على القصف مع الخمسه الصباح، كيقول لنا راهم قصفوا الميناء حدايا. خويا كان في مدينه اوديسا، والميناء اللي كان قريب لي كان شي 3 كيلومتر. خويا فاق على الصوت ديال القصف وخايف يخلع الام ديالي ويعيط لها ويجي يقول لها من الصباح حنا كنفيقوا كنصدموا بالاخبار. ملي عيطناني قال لنا ما تخافوا ما والو، راه غير حق القصف كان وهذا، غير شوفوا كيفاش ديروا لي حتى تخرجوني. ملي كنت واصلوا مع السفارة وادي قالوا راه حنا ديكلارينا لهم قبل، زعما يعني كان عليهم يجوا في الوقت اللي حنا ديكلارينا لهم. دابا راه ما كاينش حاجه غادي دير، حيت الطيران يعني مسدود محبوس وكاين مشكل، غنشوفوا تصبروا معنا. يعني كانوا صراحه بقوا معنا على الاتصال وكانوا كيتواصلوا معنا، وتا هما تيطمنونا. شحال مره كيعاود لكم خوك تما؟ كاين خويا كان في الاول كان كيحاول هو ما امكن ما يديرش لنا داك الستريس وما يخلعناش، وكيحاول يبقى يكونترولي الموضوع. بدا القصف وبدا القصف يعني الموضوع من امتى كبر؟ ملي قصفوا مدينه اوديسا وقصفوا حدا الانترنا اللي كان هو فيها خويا، وتنتصلوا بيديك الساعه سمعنا حنا القصف يعني على المباشر. ديك الساعه كان منعاود زعما واحد الدقائق اللي دازوا علينا اللي زعما ما تبغيهم حتى شي واحد، حتى كان واحد الاحساس اللي هو زعما فظيع، زعما شفت الدموع في عينيك، كان واحد الخلعه ما نعرفش زعما كنعيطوا لي شويه، تقطع اتصال بمره، وكنسمعوا غير البنات اللي معاه في الانترنت يغوتوا، عرفنا ما نديروا. ملي كيكون قطع اتصال كتحسي براسك ما عندكش شي حل ولا شي وسيله، اصعب حاجه يكون شي واحد عزيز عليك وما عندكش شي وسيله اللي تقدري تعاوني بها، وتا هو تيصبرنا تحت القصف وهذاك تيصبرنا. وداك الشيء اللي دار ملي سمعنا، وكان تصرف واحد الانسان اللي واحد يعني اوكراني مواطن اوكراني هو اللي كان الصديق ديالو، كان كيتواصل معاه وداك الشيء كيقرا معاه في نفس اليونيفرسيتي، هو اللي قال لي ها اش غدير، انا غادي نوصلكم للمحطه ديال الترين. خويا خرج غير بالباسبور ديالو الوريقات ديالو لا غير، ما هز حتى شي حاجه، حيت كان القصف حداهم وحدا الميناء، يعني واحد الحاله اللي اش غادي نقول لك يرثى لها. وكانوا مع اربعه الاصدقاء بنات ديال بنيات المغاربه، ما بغاش يسمح فيهم وهذا، رجع معاهم وكانوا لا يعني يسيولوا لا والو. في الوقت اللي هما مشاو للتران ما بقاتش حد كيطلب، ما كيقبل ما عندهم الكريفنا، ولا كيقول لهم عطيونا عطيونا الاورو ولا الدولار، الكريفنا ما بقاتش مقبوله، العمله ديال اوكرانيا الكريفنا ما بقاتش مقبوله. وديك الوقت لا البنوك حالي لا والو، حتى في الوقت قبل ما اصلا يكون القصف اوديسا من ينزل بغى يتقدى ولا شي حاجه من تيلقى والو، كان واحد الحمد لله الحصن الحظ خويا كان قبل ما يكون داك الضغط اللي كان في الترانات اللي حنا كنشوفوه في السوشيال ميديا وهذا. خويا كان صلت قبل منه واحد شويه، بقى كيتسناو في تران، يعني هما من اوديسا للمدينه اللي غادي يوصلوا فيها الحدود ديال رومانيا كان كيقول لنا كاين غير 3 سوايع، في حين انه ضرب 14 ساعه، حيت التران كان كيبقى يمشي ويوقف يمشي ويوقف في ديك 14 ساعه، يعني في علم الغيب حنا ما كنا كنتواصلوا، ما كاين حتى شي عند عليكم حتى شي تواصل حتى شي حاجه حتى شي تواصل هذا. وانسان ملي كيشوف السوشيال ميديا الانستغرام الفيسبوك كلشي كيضخ، ماشي كيضخ من الامور صراحه، كيديروا الواقع، ولكن راه هذاك كيدير واحد الهاجس عندنا غريب ديال ما يكون ما عندوش مسكين ما تواصلش معنا، اذا كاين شي حاجه وهذا. والحمد لله ملي وصلوا كان عندهم عشان المشكل ديال المواصلات اللي غتوصلهم للحدود، كان ركب مع واحد المول الطاكسي اللي تما، اللي هو رغم الحرب ورغم الظروف حاول يستغلهم وداهم لبلاصه اخرى، وطالبهم يعني في خلا وقيفار زعما، وطالبهم بزياده ديال الفلوس، قال لهم تعطوني القد والقد، تعطوني القد والقد،
وطالبهم بزاد الفلوس. ظروف صعيبه. ظروف صعيبه ورغم ذلك استغلوا. يعني كاينين شي ناس اللي مجرده من قلوبهم الانسانيه، كيشوف معاه اربعه البنات هو خامسهم، خويا حاول ما يسمحش في البنات، في حين انا شي دراري قالوا لي زعما غادي حيت حنايا البنات كنتقلوا روح يعني اي واحد. اي واحد مغربي كان في مغربي عنده روح يعني روح الانسانيه، من غير انه يكون مغربي روح الانسانيه ما كيبغيش يسمح في الاخ ديالو تقلوا وداك الشيء ورماهم تما ولقاو اشكالات كثار، وعاد باش رجعوا ضربوا 16 كيلومتر على رجليهم باش يلقاو عاوتاني مواصلات اخرى غادي توصلوا للحدود ديال رومانيا. وتما الحمد لله تمايا كانوا السفاره ديالتهم تكلفت بهم الحمد لله، وداروا لهم يعني داروا لهم الوسائل اللي عاونوهم، عطوهم الماكله والماء يعني الاسعافات الاوليه في الناس اللي مجروحين. اللي خوك ركب في الطياره. الحمد لله تاكدنا الاخ الحمد لله هو تما من تما داروا لهم وصله غادي توصلهم لامباسادور في بوخارست، ومن تما اتصل مع يعني كان تواصل من اللي هو من اللي ركب في الطياره، حنا كان تقطع التواصل مره واحد الربع عشنا يعني غريب، والحمد لله ملي وصل لتما السفاره وتكلفوا بهم الحمد لله يعني عطاوني كاع وسائل الراحه وهدؤهم الحمد لله، يعني يعني الدوله وقفت معاهم بزاف الوزاره الخارجيه. نشكروا السفاره ديال المغرب. نشكروا السفاره يعني بزاف ماشي غير شويه بزاف، الحمد لله اللي وقفت مع وليداتنا ودارتهم ولادها واللي وقفت مع كاع المغاربه. وصراحه كندعوهم على الناس اللي باقيين محبوسين تما، حتى عندنا انا عندي صديقات اللي هما باقيين محبوسين باقي لحد الان تحت القصف وباقيين في الانفاق، وعندي صديقه ديالي اللي فقدت الباسبور ديالها دابا وتتحاول تواصل مع شي واحد اللي يقدر يعني يساعدها باش دير يعني اش غادا نقول. الله يكون لا حول ولا قوه الا بالله، والله يكون مع الناس اللي باقيين محبوسين تما ويصبر عائلاتهم. صراحه حنا يعني شعور اللي عشنا من الخميس لدابا يعني صراحه ما تبغي حتى شي واحد، تتحس براسك يعني بحال انت اللي انت اللي في وسط التفجير، انت اللي وسط القصف. مازال الانسان اللي تيكون هو تما كيحاول يقول انا بعيده ولا هذا، ما انسان يعني ما بارك ما عندوش شي معلومه ولا شي حاجه كيحس بواحد الضغط غريب تيقول انايا، كيحس براسو بحال كيبعد ماسك كتبدا تدني براسك تقولي كون جبناه كون قلنا اللي غضحي كون غاجي. من الحمد لله اش غادي نقول، الحمد لله جريبه عليك وعلى سلامتو، وان شاء الله تفرحوا بي من هنا دقائق ما بقاش بزاف. كنبغي نشكر حتى انايا هي هذه الاخره، كنبغي نشكر السفاره ديال رومانيا اللي يعني خدات باليد ديال الطلاب المغاربه تما كاينه باش قدروا انهم يعاودوا يجيبوهم لهنايا للمغرب. بالنسبه كما قالت لي الاخت باللي كاينين باقين مغاربه اخرين، باقين مغاربه اخرين اللي واحلين تما كاينه، ما عندنا الا اننا ندعو معاهم ونزيدوا ندعو معاهم ان شاء الله باش يحاولوا حتى هما يلتحقوا بالعائله ديالهم. معايا الام ديال الطالب اللي في اوكرانيا. السلام عليكم. السلام. كي دايره ميمتي؟ لاباس عليك؟ على سلامة وليدك. انا يسلمك وانت جيك، انا فرحانه بزاف فرحانه، هذا هو النهار الكبير عندي ملي جا ولدي، وكنشكر السفرة المغربية وكنشكر سيدنا اللي دار مع الاولاد التواصل وجابهم. مابقاش نكمل. كي دازت عليك الثلاث ايام؟ الحمد لله الحمد لله، حمدتك يا ربي وشكرتك، وكنتمنى حتى دوك الوليدات اللي باقين يجيو حتى هما لوالديهم. انا حتى حنا ما كننعسوش، وحتى الناس باقا مسكينه ما كتنعش لوليداتها باقين دايرين. الله يسمعهم اليوم. لك الحمد بارك الله فيك. السلام عليكم، خير لاباس عليكم، كنشكركم على الحضور ديالكم، وعندي طلب واحد، الطلب هو اللي باقي حنا الحمد لله الدراري هما جايين. كنشكروا السلطات على الخدمه اللي دارت كامله وعلى الطائرات اللي صيفطات باش يجيو، كنشكروا السفير المغربي اللي كاين في بولوند، كنشكروا كلش. ولكن حاجه واحده اللي باقا ان الدراري هادو اللي غايجيو خصهم يكملوا قرايه هنا، حيت ما يمكنش غيبقاو يرجعوا تم، خصهم يكملوا قرايه هنا حيت ما يمكنش عندهم خمس سنين في ظرف عامين تخسرت عليهم 10 مليون 7 مليون كتخلص ابار عاد صار 3000 درهم في الشهر، راه تحسب 10 مليون في العام، إذن 20 مليون. الناس راه باعت حوانتها، انا راجل اختي باع حانوت ديالو باش صيفط ولدي اخرى، والدري دابا ملي كنقول لها في الاول راه ما جاش حيت الناس راه جاوت في الاول وما بغاش يجي هو حتى. بقينا ملي نسمع الحرب ناضت مزيان عداش هو قلنا لي صافي طرينا عليه، قال لك لا راه غيضيع عليا حياتي، والدري مرض لينا مرض نفساني. انا قال لك حنا تعذبت وضربت تماره باش نكمل قرايتي وراه خصهم يديروا لنا. قلت لهم انت حاول جي، وكنقنعوا فيه باش الحمد لله دابا هما جاو كنتسناو فيهم دابا يجيو، وكنطلب انا من السلطات ومن الحكومه الحل اللي دير هو انه غير نخلصوا فلوس غنخلصوا فلوس، اللهم يقرروا لنا ولادنا ويكملوا القرايه ديالهم، هادشي اللي كان هو الطلب ديالي انا. شكون اللي جا عندك في اوكرانيا؟ انا عندي هنا الولد ديالي، الولد تيقرا تما في اوديسا، هذا العام الثالث ديالو تيدير الهندسه تما، وهادشي اللي وقع زعما ما كناش كنتظروا، ولكن الحمد لله على لطف الله منين رجعوا لينا وليداتنا هذاك هو الخير والبركه. جا عن طريق بولون لا بولون على طريق رومانيا،
هما انه كان عنده الحظ انه دغيا وصل الحدود ما تعطلش اي بزاف، لانه ما بين رومانيا واوديسا ما كانش واحد المسافه كبيره. الناس اللي تعذبوا هما الناس اللي جاوا بار تران، داكشي هما اللي كانوا تعذبوا شي شويه، كانوا هما الحمد لله. انت كيفاش كان الاحساس ديالك وانتي وانتي كيفاش غادي يكون الاحساس ديال ام وهي كتشوف ولدها في ديك في ديك الحاله والقصف فوق منه؟ ما يمكنش ما يمكنش واحد الحاله ما كيوصفهاش، ما تقدريش توصفيها. السيناريوهات الخايبين ربما كيجيوك السيناريوهات الخايبين والمزيانين، ولكن كون ماشي المواساة ديال العائله كان الانسان غادي ينفجر. الحمد لله، ولكن هو الحاجه اللي خففت علينا انه ما تعذبش بزاف، ما تعذبش. الله يسلمك بنتي، الله يسلم على سلامه الجميع، والله يسهل على الوليدات كاملين، والله يعوضهم الله يعوضهم، لانه نتمنوا يكون لهم الخير في هذا الشيء ديال قرايتهم وما يضيعوش. هذه اخر كلمه عندي، وشكرا لكم كاملين. العفو. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.